نصيحة بيترو بركة لنهار اليوم راح تخص المراقبة الدورية للعجلات التوانة تاع السيارة. لازم علينا نقوم يوميا المراقبة بالعين تاعنا المجردة للعجلات، يعني ما لازمش يكون فيها تشققات، ما لازمش تكون الأسطح ملساء، هذه نجمو نراقبوها بالعين المجردة. وفيما يخص الضغط تاع العجلات تاعنا لابد علينا أن نقوم بهذه المراقبة على الأقل خطرة في الشهر. وكيف تتم المراقبة؟ المراقبة لازم تتم أفروا، يعني العجلات تاعنا يكونوا باردين، ماشي نكونوا نمشوا في لوطوروت ونروحوا مباشرة نراقبوا الضغط على العجلة، هذا خطأ، لأن الضغط على الهواء عنده علاقة مع البرد والحرارة الخارجية والداخلية للعجلة. إذا لازم علينا نقوم بهذا المراقبة أفروا أو بعد ما نركنوا السيارة تاعنا ساعتين. واللي حاب يعرف نسبة الضغط اللي لازم يكون في العجلة تاعو، دائما يوجد يونيتيكات راح تسيبوها في البوابة تاع السيارة تاعكم، تروحوا ثم تفيريفيو الضغط اللي لازم يكون عليه كي تكونوا تسوقوا وحدكم أو معاكم أشخاص. السلام عليكم.